بعد فوزه بزعامة حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين يشكل طاقم ديوانه أو كما يعرف بديوان الظل، ديوان مشكل من نواب الحزب في البرلمان البريطاني يعتبر صورة طبق الأصل للحكومة الرسمية في البلاد. طاقم بأغلبية نواب من التيار اليساري للحزب الذي يقوده كوربين يضم 15 رجلا و16 امرأة. لدينا فريق كبير، الأغلبية في الديوان نساء، إنها سابقة في التاريخ، هذا أمر رائع. إد ميليباند رئيس الحزب السابق وعدد من مقربيه رفضوا المشاركة في الديوان الجديد لجيريمي كوربين. الديوان يضم بعض الوجوه من التيار اليميني من الحزب على غرار أنجيلا إيغل التي ستتكفل بالاقتصاد، من جهتها ديانا بول ستتولى مكتب التنمية الدولية في حين منحت لوسي باول إدارة مكتب التربية. جون أودونيل أحد مقربي كوربين سيتولى شؤون المالية. وبتعيين هذا الوجه اليساري في المكتب الثاني من ديوان الظل يرغب كوربين طمأنة مناضلي الحزب بشأن سياسته الاقتصادية. ويذكر أن جيريمي كوربين كان قد تفوق السبت الماضي في انتخابات رئاسة حزب العمال بنسبة 59.5% متقدما منافسيه بفارق كبير.